كلكم سمعتوا بالحادث اللي تعرضت له كهرمان اليوم، الحادث المروري. تعرفون هي كانت معطلة صار لها فترة وتعرضت الحادث مروري، فحبيت أطمن عليها بنفسي، فما شاء الله وجدتها كل ضرر ما بيها، لا هي ولا الحرامية اللي وياها معطلين، كل شي ما بيهم، لا جريح لا كسر، كل شي ماكو، لا ضمير مشتغل. فأبشركم الحرامية بخير وكهرمانة بخير، ويقول لك راجعين بقوة بعد حرامية وكهرمانة. فمثل ما جاي تشوفون كل شي ما بيها ولله الحمد، رجعت أصحى من السابق، والعاقل يفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.